اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا الكوسه. الكوسه دايما محددين اقامتها مع لحمه مفرومه محشيه او مع كوسه جراتان او كوسه بالبشاميل، فدايما اللحمه المفرومه بنت عم الكوسه. ولكن نعمل طاجن الكوسه باللحم الكندوز او الضاني، دي موضوع كبير جدا. هل اللحمه هتستوي قبل الكوسه ولا الكوسه تستوي قبل اللحمه؟ التفاصيل دي هنشوفها مع بعض ان شاء الله بالكوسه الجميله الطازه ولحم كندوز معانا. معانا كمان النهارده ريزوتو بتشكيله من الخضار. الطبق ده بيهديه لكبار السن والاطفال، قيمته الغذائيه عاليه جدا وخاصه للامهات والسيدات الحوامل، بما ان البسله غنيه بالبوتاسيوم والجزر فيتامين سي والكوسه مفيده بالالياف. فتعالوا نعمل طبق روزيتو قيمته الغذائيه عاليه جدا، مكوناته في متناول الجميع. العصير بتاع النهارده عصير يساعد على الهضم ودايما يتطلب وجوده على السفره، اللي هو الجرين سموزي او السموزي جرين. ليه سموه كده؟ لان كل حاجه فيه خضره، تفاح اخضر، نعناع اخضر، معانا عسل نحل، معانا التلج هينضرب في قلب الخلاط. بالتاكيد لو انت عندك شويه فستق حلبي تبقى كده انت احسن مني. مش عايز اطول على حضراتكم، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. وتعالوا نشوفوا مع بعض السموزي بتاعنا هنعمله ازاي. سموزي او الجرين سموزي عبارة عن تفاح أخضر، عبارة عن عسل نحل، عبارة عن زبدة، سوري، نعناع أخضر وتلج. حلو الكلام؟ ولكن نصيحة مني، بتعملي عصير بتعملي حلو لازم تغيري السكينة، تغيري البلانشة، تغيري الجلافز، والمقادير على الشاشة بسيطة وسهلة لا تتعدى أصابع اليد الخمسة، ولكن هتعملي نوع عصير قيمته الغذائية عالية جدا ومفيد جدا لمشاكل القولون. اللي بيعاني من الإمساك، بيعاني من سوء الهضم، العصير ده مفيد جدا. سموه ليه؟ لأن فيه تفاح أخضر وكمان فيه عم الشيف إيه؟ نعناع أخضر. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض إزاي. مشاكل التوم والبصل، وناخد التفاح بتاعنا ده كده في قلب الخلاط. انا من هواة ضرب التفاح الاخضر بالقشرة بتاعته. هتقولولي القشرة الخضراء مش حلوة، تمام، حلو. هتقولولي التفاح الاخضر القشرة بتاعته مش بالعكس، تفاح القشرة بتاعته مفيدة جدا بالألياف بتاعته. التفاح من الحاجات اللي بيعاني من مشاكل الحموضة، مشاكل سوء الهضم، مشاكل ارتجاع المريء. التفاح الأخضر اللطيف الجميل ده صدقوني بجد، المعلومات اللي بقولها دي معلومات طبية علمية وأبحاث علمية أثبتتها. التفاح الأخضر مشاكل الهضم، مشاكل الإمساك، مشاكل ارتجاع المريء بالليل، اتعشيت عشوة تقيلة، اتعشى جوزك عشوة تقيلة قبل ما ينام كده، ياكل تفاحية أو خيار. مفيش لا تفاح ولا خيار، جيبله خس. زبادي لا، زبادي في حموضة مش هيعالج ارتجاع المريء. هناخد النعناع الأخضر بتاعنا الحلو ده كده أهو، الله، عشان كده هيبقى لونه أخضر العصير. حلو الكلام؟ نحط العسل بتاعنا ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله. والله للامانه انا ممكن احط حاجه دلوقتي ممكن تستغربوها يعني، بس لو حطيتوها بجد هتدعوا لي. عروق الكرفس، جربي تاكلي عرق الكرفس ده هتلاقيه مسكر زي العسل. اه بس انا مش هحطه عشان ما حدش، ده اختياري يعني. عروق الكرفس الاخضر مع عصير زي ده هتدعي لي. اه ده العسل كده زي الفل. الماء المثلج معانا، اللهم صل على النبي. حلو،
نضرب كل ده في الخلاط يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، اسف بصوت الخلاط، في حاجات كده انا بشغلها ببقى زعلان، محبش اذك حضراتكم اذا كان صوت الخلاط ولا الكبه. قال لك يا صبابين العصير زيدوا حالاته، اللهم صل على النبي. ده اللي اسمه زجرين اهو. الخضار ده مش عارفينه خضار النعناع ولا خضار التفاح. الله، الف هنا وشفا للي يشرب مع الاكل. يفضل تعليم ولادنا واولادنا ان هم الله يستخدموا او يستبدل المياه الغازيه او المشروبات الغازيه على الاكل بالمشروبات الطازه